100 يوم تمر على بدء الاحتجاجات في سريلانكا بسبب النقص الحاد في الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات التضخم. يرأس البلاد اليوم رئيس مؤقت بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي أعلن استقالته من سنغافورة بانتظار أن ينتخب البرلمان خلفا له يوم الأربعاء المقبل. 100 يوم من المظاهرات هزت سريلانكا بعد أشهر ثلاثة من الاضطرابات بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات التضخم. تعيش البلاد اليوم واقعا جديدا. المسؤولون المتهمون بالفساد وعلى رأسهم الرئيس خارج البلاد، وقد خط استقالته من سنغافورة معللا فشله بالظروف الاقتصادية والجائحة العالمية الماضية. والبرلمان القائم مطلوب منه انتخاب رئيس خلال الأسبوع المقبل، وقد ترأس البلاد رئيس الوزراء السابق رانيل ويكرمسينجا. وحدتهم أزمة البلاد الاقتصادية، نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء. على اختلافهم جمعهم كره رئيس لا يخدم البلاد. كان الجزء الرئيسي من كفاحنا هو إبعاد غوتا، لكن الأمر لم ينتهي بعد، هناك الكثير لنفعله. اليوم هو 100 من نضالنا للقضاء على اللعنة السياسية التي سادت 75 عاما مضت، والقضاء على الفساد والقمع وجميع أشكال الاستغلال من المسؤولين السابقين. تاريخ 7 نيسان/أبريل بدأ بنصب عشرات آلاف المتظاهرين خياما أمام مقر الرئاسة في العاصمة كولومبو. كان مخططهم أن يحتجوا ساعات أو أياما، فامتد الاحتجاج أسابيع وأشهر بعد استجابة فاقت التوقعات ترسم نتائجها وجها جديدا لسريلانكا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كولومبو مراسل العربي مراد لبطوش. أهلا بك مراد. يعني بعد 100 يوم من المظاهرات والاحتجاجات وفرار الرئيس وتقديم استقالته، والحديث الآن عن انتخاب يجب أن يقوم به البرلمان لرئيس للبلاد خلال هذا الأسبوع، كيف يبدو المشهد؟ يعني ما بقي من 100 يوم التي خرج المتظاهرون من أجل إسقاط الرئيس هي انتظار يومين آخرين. بعد غد سوف ينظر البرلمان بأسماء الترشيحات، ومن ثم في اليوم الذي يلي يوم 20 من هذا الشهر سوف يختار البرلمان رئيسا جديدا للبلاد يستمر حتى الولاية التي كان من المفترض أن يكون راجاباكسا قد أمضاها حتى عام 2024. لكن الآن الحديث يدور والاهتمام السريلانكي يدور في أروقة البرلمان، ذلك لأن الترشيحات بدت منحصرة حتى اللحظة ما بين الحزب الحاكم حزب راجاباكسا الذي يمثله الرئيس المؤقت وهو رئيس وزراء جاء إلى السلطة في أعقاب بداية المظاهرات، وأيضا هناك حزب المعارضة الذي يقوده إدريما داسا. في هذه الأثناء نظريا يمكن النظر إلى هذا أو هذه الخريطة على أن حزب الحاكم هو عدديا يستطيع أن يحصل على الرئاسة من خلال وجود 100 صوت من أصل 225 صوتا. المعارضة ليست لديها أكثرية داخل البرلمان، لكنها تطمح أن يكون هناك انشقاقات داخل الحزب الحاكم. لكن الرجل الذي الآن ربما هناك الحديث عن إمكانية وصوله فعلا للسلطة وهو الرئيس المؤقت رانيل سجابها، فهو في هذه اللحظات ينظر إليه الشارع هنا على أنه الرجل الذي كان من المفترض أن يتم الإطاحة به مع الرئيس، لأنه كان جزءا من المنظومة السياسية السابقة والرجل لا يحظى بأي شعبية. هو تولى رئاسة الحكومة لمدة 6 مرات تقريبا في حياته السياسية، لكن لديه معارضة كبيرة، ومن هنا يخشى أن يكون هناك موجة غضب أخرى بعد 3 أيام في حال أن البرلمان قد صوت لهذا الرجل. ولأن هؤلاء المتظاهرين الذين يرابطون في مكان واحد تقريبا في كولومبو هم ينتظرون تلك اللحظة حتى يعبروا عن غضبهم مجددا. لكن هناك ما زالت بعض الأسماء التي تطرح قائد الجيش الذي كان على علاقة ليست جيدة مع عائلة راجاباكسا، وأيضا هناك وزير من الحزب الحاكم أيضا بدأ يتحدث بلغة خطاب هي قريبة من الشارع. لكن هؤلاء ليس لديهم إلا انتظار البرلمان أو محاولة التأثير على قرار البرلمان من أجل ألا تتكرر هناك موجة غضب جديدة في البلاد بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية التي ليست جيدة. وكذلك فإن هناك حديث الآن عن بداية ربما شحنة من الوقود قد تصل للبلاد قريبا، بالنظر إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بإسراع بإجراء بالإسراع في تشكيل حكومة من
أجل أن يكون هناك وزير للمالية يتم التفاوض معه لجدولة الديون، والولايات المتحدة تطالب الصين بجدولة ديونها على سريلانكا، وبالتالي المشهد قاتم جدا بانتظار ما يقره المشرعون في الأيام القليلة القادمة. شكرا لك من كولومبو مراسل العربي مراد بطوش.